هلا شباب، شلونكم؟ وياكم سيف الياسي. اليوم اني اريد اكل برجر، هل يجوز؟ راح احكي على موضوع اسمه الصيام المتقطع، الانترميدت فاستنج. وين راح نروح ناكل برجر؟ اكيد مطعم ركن الكباب راح ناكل عند البرجر الخرافي. خليكم متابعين ويانا. لا تلوموني ترى مقدر على فاقة، روحي متلهفة عليه وعيني مشتاقة. انا مقدر ابتعد وتفارق عيوني، ولا اقدر احتمل حرقة فراقة. هواية جتني أسئلة على كابتن، احكينا على موضوع الصيام المتقطع. الناس المشغولين، الناس اللي ما عندهم مجال يسوون أكل، مو شرط أنه يسوون ويقسمون وجباتهم. الفكرة أنه أنت تصوم مدة معينة خلال اليوم ما تأكل بيها، وتحصر الأكل مالتك خلال وقت معين. الوقت هذا اللي تحصر بيه الأكل مالتك هو قد يكون 9 ساعات، قد يكون 8 ساعات، قد يكون 4 ساعات، 5 ساعات، على حسب الهدف مالتك. هو الهدف دائما من عنده خسارة الدهون، تحويل الدهون إلى طاقة، وحصر كمية السعرات الحرارية خلال هذه الوقت. جابونا هنا هذه شابرجر، اللي هي شاورما وبرجر. فرندو، انتش عندك هنا؟ ما أعرف إذا أنت بس تأكل زين. انتظر. لا انتظر. انتش عندك هذه؟ افتحها بالله بس شوية. يصير لو لا؟ يصير. أوه، قطعة عظيمة مداريك هاي بيها. ايه زين. اكو هنا شغلة، هاي شنو هاي شفتها؟ لا هي شغلة. هاي شنو هذي؟ مقبلات هاي لو؟ قبل الاكل هاي تحمي بيها، تسلك بيها. قسم السكالوب بس نونة، واني راح اقسم الهيا بس تشينة. هذا الفرق. فرندو ده شم الريحة مال هذي؟ شنية؟ هاي هاي التكة شنو شنية؟ يا هي ها؟ هاي 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 شنو هذا؟ شنية؟ هو قاعد يكرز على هو هاي شنو هذا؟ خلصها. عندنا هاي تكة خيالية. بعمل مرفوفة بيدي، يعني شغلتك سكول. بالعافية. صدق عظيم. المطعم قال اجيب لكم مرقه تضوقوها، ففرندو قال له لا لا تجيب مرقه، قال له لا الا اجيب، فقام الولد يجيب لنا، كان يقول له لا تجيب تمن وياها. انا ردت بس اشوفكم الفرق بين اللي يتريق بعده ياكل، واني خلصت لانه ماكل اني وشبعان. اي وين كانت اكو قطعه اخيره هنا؟ انت اكلت اثنين وانا اكلت اثنين؟ اه اوكي. شفتك سمير. بالعافيه. زين هاي التكة شنو رأيك بيها؟ الهدف من الصيام المتقطع خسارة الدهون. الهدف الثاني من وراه هو أنه تقدر تأكل الوجبات اللي تريدها خلال هذا الصيام، لأنه يسمح لك أنه تأكل سعراتك الحرارية كلها بوقت محدد. طبعا لازم تتأكد أنه العناصر الأساسية بالأكل اللي هي الدهون واللحوم وال كاربوهيدرات تكون موجودة بالأكل أو بالوجبة اللي راح تأكلها من أنت صايم صيام متقطع. أكثر الوقت شائع اللي هو 16 ساعة صيام. الأفضل يكون مثلا من ساعة 8 بالليل تصوم إلى حد الساعة 12 الظهر ثاني يوم، وراها من 12 الظهر إلى حد 8 تقدر تأكل. نظام الصيام المتقطع أو الانترميدينت فاستينج اللي يمشي ويا الناس اللي يكونون مشغولين عندهم دوام، ما يقدرون يحضرون وجبة الريوق وماشيين على نظام معين، تحديدا اللي يريدون يخسرون وزن. فالفكرة من عنده هو عندك نظام، خليني أحكي عليه، 16-8 ساعات من الأكل. إذا عندك وجبة تريد تأكلها أنت تحبها تقدر خلال هالثمان ساعات هذه. طبعا الفكرة تأكل السعرات الحرارية اللي يحتاجها جسمك للوصول للهدف اللي تتريده، تحديدا خسارة الوزن. اللي مسموح خلال هال 16 ساعة هو المي، القهوة بدون شكر أو حليب، شاي بدون شكر أو حليب، هاي بكميات معينة بس حتى تبقيكم بصحصحين وتقدرون تكملون. أوكي، طف التليفون نقدر نحكي. شباب، الصيام المتقطع بصورة ملخصة لكم حتى تفتهموها، يرهم لكل الناس بس الناس اللي عندهم لا سمح الله أمراض،
الناس اللي مشغولين دائما هو هذا اللي يفيدهم، اللي ما يقدرون يسوون اكلاتهم دائما. الهدف من هذا الصيام هو حتى نخسر الدهون اللي حوالينا، الخسارة تصير بالنسبه للبنات وبالنسبه للرياجيل. شو وقت نقدر نسوي؟ 3 مرات بالاسبوع اقصى شيء، اكثر من هذا ما انصح. شنو فرق عن الانظمه الثانيه؟ عندنا النظام الطبيعي للانسان هو 3 وجبات، الريوق، الغداء والعشاء. الناس اللي يقسمون وجباتهم اكثر ياخذون سناكات بين الوجبات الثلاثه، او ممكن يضيفون سناك بالاخير تصير 6 وجبات. هاي الفكره من عندها. نجي على الصيام وانواعه. اكو اكثر من نوع. النوع الشائع هو 16 ساعه صيام، 8 ساعات اكل. تبدي الساعه 12 الظهر مثلا، تأكل إلى حد الساعة 8، وراها تقفل، ترجع بس تشرب مي، قهوة، شاي، بدون شكر، بدون حليب، بدون أي شيء ثاني. ما نريد أي سعرة حرارية تدخل خلال 16 ساعة هذه اللي موجودة عندنا. الهدف من عنده تقليل إفراز هرمون الأنسولين، وحتى نزيد هرمون النمو الطبيعي بالجسم خلال ساعات 16 أو 20 إذا كنا نتبع النظام الأقصى اللي هو 20 ساعة صيام 4 ساعات أكل. طبعا اكو بياناتهم تقدرون تتدرجون، بس اول شيء ابدوا انصحكم بهذا النظام، وشويه شويه اذا تريدون توصلون هذا طبعا هنا يكون الحرق اكثر. طبعا الرياضه لازم تكون مهمه داخله بهذا الوقت اللي تصومون به، حتى تقدرون تطلعون السعرات الحراريه اكثر وتحرقون سعرات حراريه اكثر خلال هذا الوقت. 3 وجبات هنا تقسموها خلال 8 ساعات، ما راح تقدرون اكثر. هنا ساعتين 4 ساعات راح تقسمون وجباتكم الى 2. خلاص هذا النظام بكل بساطة. اتمنى انه عجبكم الفيديو شباب. اشتركوا بالقناة، شغل الجرس حتى توصلكم الفيديوهات اللي انزلها، لانه مدى توصلكم، وشيروا الفيديو. اتمنى انه اسمع من عندكم شنو اللي تريدوه بالحلقات الجاية، واني حاضر. اخوكم سيف الياسي، تصبحون على خير.